Man, you suck. Shut up, Leo. Are you even trying? No. Nice shot. Well, thank you. السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية شباب. معكم خالد من جيمرز ناك، ورجعت لكم اليوم في مراجعة وتقييم للعبة Away Out. لعبة جديدة وتجربة مميزة، والكثير منكم مهتم فيها حاليا، والكثير يبي يعرف مستوى هذه اللعبة. الحين بعطيكم رأي تجربتي والتقييم. لا تنسون اللايك والاشتراك، وانشروا هذا الرابط لأصدقائكم، ويعطيكم العافية. Oh hell, the horses are escaping, honey. Oh dear, didn't we lock the barn? Of course I did. Come on, let's go. لعبة Away Out من الألعاب اللي فاقت توقعاتي، يعني كنت حاط في بالي شيء سريع وعابر وبنساه بسرعة، لكن بعد التجربة اللعبة أخذتني في اندماج ورحلة حركة المشاعر، بالإضافة أنها خلتني أوقف كل الألعاب الثانية. في البداية نتكلم شوي عن القصة والأحداث في اللعبة، اللي تتكلم عن شخصيتين واثنين هم مجرمين، ليو وفينسن، كلهم محكوم عليهم بقضايا مختلفة ودخلوا السجن، وداخل السجن شاءت الظروف أنهم يتعرفون على بعض بالصدفة، وبعدين بدأوا يتكلمون أكثر وخذوا أفكار من بعض إلى أن خططوا للهروب من السجن، طبعًا بأهداف مختلفة لكل منهم، مثل الانتقام والثانية بيرجع لعائلته. طبعا الناس تعتقد ان اللعبة فقط هروب من السجن، خصوصا ان اسمها Away Out، لكن اللعبة خروجك من السجن مجرد البداية، وتبدأ المغامرة على احداث كثيرة خارج السجن. وبشكل عام الاحداث جدا حلوة ودرامية وعميقة ومشوقة، وفعلا كانت مؤثرة. اكتفي بهذا القدر، ما اقدر اتكلم اكثر عن القصة، لكن اقدر اقول لكم انها كانت تجربة جدا جميلة، ومن افضل القصص في الفترة الحالية في الالعاب. كان فيها يعني مواقف حلوة، مواقف كوميدية، ومواقف مؤثرة، وشيء جدا عجبني في عمق القصة. جاسمين، ليو، You good? I'm good. Who's this guy? بالنسبة لطريقة الجيم بلاي أو اللعب، هذا أهم العناصر اللي في اللعبة اللي صار عليها كلام، ومن الأشياء اللي ممكن ينجح اللعبة أو فكرتها، لأن اللعبة تقدم تجربة كوب أو لعب تعاوني إجباري. ما راح تقدر تلعبها لحالك مهما كان، لازم معك صديق تلعبونها مع بعض. لكن الشيء الحلو إنه واحد منكم بس يشتريها ويسوي إنفايت للثاني، يكون محمل الديمو مجانا، بعدين راح يقدر يسمح له يدخل في اللعبة بالكامل وتلعبونها مع بعض وتخلصونها. عندك طريقتين للعب، إنك تسوي له إنفايت تلعبون مع بعض أونلاين، أو إنك تلعبون في جهاز واحد في شاشة واحد. في النهاية المنظور نفسه بالضبط، سواء لعبتها أونلاين أو أوفلاين راح تشوفون نفس اللقطات ونفس الكاتسينز ونفس كل شيء، حتى انقسام الشاشة راح تكون إجباري إنك تشوف صديقك، وهذا جوهر اللعبة واللي فعلا لفت انتباهي، وشلون كان متقن وتشوف الأحداث كاملة من صوبين، من عندك ومن عند صديقك، فشيء جدا جميل من هذه الناحية. طبعا اللعبة تقدم لك احداث سينمائية تتكلم عن مواقف كثيرة مروا فيها الشخصيات، والشيء الحلو انك كل ما توصل لموقع او مرحلة راح تجرب الاشياء من حولك في الانفايرمنت، يعني اشياء تسلي مثل ميني جيمز، تلعبون كرة سلة، دارت وغيره من الاشياء في ادق التفاصيل. صحيح ان اغلب الاشياء هذه مو مهمة، لكنها تعطي شعور جدا واقعي وتتسلى، خصوصا لما يكون كوب معك صديقك تبون تسوون اشياء وتجربونها. بالاضافة انك تقدر تتكلم مع الناس اللي موجودين في الانفايرمنت، تاخذ منهم علومهم، تتعرف عليهم، لكن كلها مثل ما ذكرت اشياء مو مهمة بس تعطي واقعية للحدث اللي انتم فيه. لكن كل موقع راح يكون فيه مهمات معينة تسويها، مثل اول مهمة في السجن كان فيه تخطيط وسرقة معدات، تتكلم مع الشرطة وتخططون للهرب، وفعلا اعطتني شعور جدا جميل، لان في مسؤولية بيني وبين صديقي معاي حتى ندخل في حوارات حادة بين بعض، فاعطتني شعور كأني في مسلسل بريزن بريك. لازم تعرفون ان اللعبة خطية تمشي في طريق واحد من البداية للنهاية، ما تقدر ترجع ولا شيء، فاللعبة ما هي عالم مفتوح ابدا، خط واحد لين تخلصها. ومن الأشياء اللي عجبتني في اللعبة إن الانسجام في الكوب مع صديقك، راح تحس في المسؤولية في قرارات كثيرة في اللعبة وتتناقشون، وبأحيانا يصير النقاش حاد وتقريبا كأنه خلاف، يعني فعلا عرفت اللعبة شلون تعطيك رسالة إن أنت مسؤول مع صديقك وتتناقشون مع بعض كما الواقع. فهذا من الأشياء اللي فعلا يذكر للعبة، وفعليا إن دخلنا في نقاش حاد بيني وبين أخوي لاتخاذ قرارات مهمة جدا في اللعبة. للأمانة الجيم بلاي كان إبداع ومتقن، وفعلا شيء جميل، مع إني كنت متخوف من الفكرة في البداية، لكن بعدين أشفت إنها مضبوط وممتعة جدا لشخصين. اللعبة فعلا قدمت لي أفكار منوعة، واختصرت لي يعني بعض الألعاب في لمحات سريعة، مثل لعبة أنشارتد في الأكشن، ولعبة تلتل جيمز في الدراما، وألعاب ثانية، بالإضافة إلى تجربة مختلفة في الجيم بلاي من ناحية التصوير. كان عندك الوضع العادي أو الوضع السينمائي، أو عندك وضع مبهر يكون من فوق التصوير عجبني في بعض الأحيان، أو يكون تصوير من جنب
في موقف أكشن جدا رائع في اللعبة. فباختصار أعطتني مزيد جدا منوع وامتد على مسيرة طويلة في اللعبة. بالنسبة للرسومات والجرافيكس في اللعبة أشوفها شيء يعني جدا مناسب للعبة، وأنا جربتها على جهاز الإكس بوكس 1 إكس. كان عندي اختيارين بين الدقة والتفاصيل أو سرعة الإطارات، كل شخص يقدر يختار بينهم، لكن كل واحدة فيهم فيها عيوب. للأمانة التفاصيل إذا رفعتها راح يكون عندك فريم دروب في بعض الأحيان في اللعبة، أو إذا اخترت يعني ضعف الوضوح راح تكون عندك اللعبة سريعة لكن أنت ضحيت في التفاصيل. هذا أنت براحتك تختار هذا الشيء، لكن بشكل عام أشوف أن الجرافيكس لا بأس فيه وما تنقد عليه، لأنك راح تندمج في اللعبة من ناحية القصة والجيم بلاي، فبيكون آخر همك موضوع الجرافيكس. آخر شيء بالنسبة للتجربة العامة والتقييم، اللعبة فعلا فريدة من نوعها وتجربة ممتازة، وأنصح فيها لأنها فعلا فاقت توقعاتنا واندمجنا فيها، ما قدرنا نوقف للنهاية. لو بذكر لكم بعض العيوب، كان فيها بعض المشاكل بالصوت وبعض الأشياء البسيطة، بالإضافة أن مدتها تعتبر قصيرة 5 ساعات إلى 6 ساعات، لكن للأمانة حسيت أن اللعبة طويلة بسبب كثرة المراحل فيها، يمكن تقريبا 37 شابتر كلهم موزعين لمواقف مختلفة، لكن فعلا فلاشات تنقسم مدتها قصيرة، لكن التجربة العامة حسيت أنها طويلة بسبب التنوع اللي فيها في المراحل. بشكل عام وباختصار اللعبة قدمت لي جيم بلاي ممتع، أو قدمت لنا جيم بلاي ممتع، لأن شخصين وقصة جميلة وتجربة ما شفت مثلها من قبل، وتقييمي لها 9/10. كان هذا كل اللي عندي بخصوص لعبة Away Out. أتمنى عجبكم هذا المقطع واستفدتوا منه ووضح لكم مستوى اللعبة. أحب أقول لكم أن سعرها تقريبا $30 في الستور، حتى لو لقيتها شريط في برا في السوق لا تدفع عليها سعر لعبة كاملة، ممكن تنغش في بعض المحلات أو اشترها من الستور وريح بالك، اللعبة خفيفة ومساحتها بسيطة. فهذا كان كل اللي عندي بالمقطع، أتمنى عجبكم. كل اللي أبي منكم اشتراك في القناة وانشروا هذا الرابط لأصدقائكم، ولا تنسوا اللايك، ونشوفكم إن شاء الله في مراجعات ثانية. كان معكم خالد من Gamer Snack، مع السلامة. There he is! He's running for it! Freeze. Oh shit! Give up! Hey! Shoot!